بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة بقى إن شاء الله هنبدأ أسهل جزء في الليسون كله، وجزء شيق جدا ولذيذ وكلكم هتحبوه. وبالرغم برضو من إن هو سهل، مهم جدا جدا ودايما بيجي في الامتحان، دايما دايما لازم بيجي منه سؤال في الامتحان. وعشان تعرفوا قد ايه هو سهل وقد ايه هو لذيذ، احنا قبل ما هنقرا كل كلمه ونفسر كل الكلام وقبل ما نبدا اصلا فيه، احنا هنحل عليه بروبلمز على طول. اهو هنبدا نحل اصلا بروبلمز، وسوري هنبدا نحل اكسرسايزز عليه على طول، عشان لما هنحل ونفهم من الحل هيبقى بعد كده بالنسبه لنا الكلام ده يعني سهل جدا وهيبقى برضو لذيذ بالنسبة لنا. لكن لو بدأنا بالكلام هنحس برضو ان الموضوع ممل شوي. فنبدأ كده ان شاء الله نحل، وهتلاقوه جزء سهل جدا جدا جدا. اول حاجة كده بيجي سؤال يقول لي locate the position of the following elements in the modern periodic table. يعني ايه؟ يعني قول مكان الفولونج إليمنتس، العناصر التالية، أو قول الموقع بتاعها في المودرن بريودك تيبل. طب يا مستر هو احنا هنحفظ كل ده؟ لا طبعا مش هنحفظ ده، احنا هنجيبها من الكونسبتس أو من المينينجز أو من المفاهيم اللي احنا خدناها يعني. طيب أول حاجة هنبدأ كده بنمبر 1 هيدروجين. ماشي، الهيدروجين ده هو مديني الاتوميك نمبر بتاعه 1، ماشي، يبقى ابدا اوزع الهيدروجين. بس ما يعني كل اللي احنا هنعمله، ادي عندنا الهيدروجين 1، هنبدا نوزع الهيدروجين، صح؟ هيبقى هنا 1 وفي الكي انرجي ليفل. طيب هيبقى في انرجي ليفلز ثانيه؟ لا طبعا، لان احنا عارفين ان الهيدروجين الفيرست انرجي ليفل filled with one electron only. كده احنا عملنا الالكترونيك كونفيجريشن بتاع الهيدروجين. طب حلو، من ده بقى انا اعرف احدد مكانه في الجدول الدوري وموقعه في الجدول الدوري. طب ليه بقى؟ اول حاجه انا عندي كام انرجي ليفل، احنا بنشوف احنا عندنا كام انرجي ليفل، وبالتالي ده هيبقى النمبر اوف بيريود. مش احنا قلنا ان each period starts by filling a new energy level؟ ماشي، طب هنخليها شوية عشان مش هتبقى مفهومة قوي دلوقتي. ماشي، طب هناخدها كده بس في الاول. انا عندي كام energy level؟ عندي 1 energy level، يبقى هو period 1. طيب تاني حاجة، عندي كام الكترون في الاوتر موست انرجي ليفل في مستوى الطاقة الأخير؟ عندي الكترون واحد بس، 1 الكترون، يبقى هو كمان جروب 1A or 1. ايه بقى يا مستر جروب 1A or 1 ده؟ 1A ده الترديشنال نمبر، و1 المودرن نمبر. مش احنا قلنا في حاجة اسمها ترديشنال نمبر للجروبس وفي حاجة اسمها مودرن نمبر. خلاص، يبقى كده احنا عرفنا ان هو موجود في بيريود 1 وجروب 1A or 1. طب تيجي نبص كده على البريودك تيبل كده بسرعة ونشوف هو الهيدروجين ده مكانه فين. ادي المودرن بريودك تيبل، هنلاقي ان الهيدروجين موجود في ايه؟ بيريود 1 اهو، في اول بيريود فوق خالص. طيب والجروب، جروب 1A or 1. طيب نشوف كده نمبر 2، نيتروجين. نيتروجين الاتوميك نمبر بتاعه 7. ماشي، طيب هنعمل ايه؟ هنعمل الالكترونيك كونفيجريشن بتاعه، هنوزعه. طيب احنا عارفين ان النيتروجين 7، فلما هنيجي نوزعه هيبقى 2 5، وادي كي وادي ال. خلاص، طب نعمل فاصل كده. ماشي، احنا قلنا هنشوف عندنا كام انرجي ليفل، ادي عندنا 2 انرجي ليفلز اللي هو الكي والال، صح؟ ادي كي وادي ال، يبقى عندنا كام انرجي ليفلز؟ 2 انرجي ليفلز، يبقى هو بيريود 2.
طيب وهنشوف اخر مستوى الاوتر موست انرجي ليفل في كم الكترونز، اللي هو النمبر اوف الكترونز ان ذا اوتر موست انرجي ليفل، هنلاقي فيه 5 الكترونز، يبقى هو جروب 5A اور ناخد بالنا بقى هنا 15 مش 5. ليه بقى؟ لان احنا قلنا من اول جروب 3A هيبقى 3A هيبقى المودرن بتاعه 13. ليه؟ لان احنا هنزود ال 10 جروبس بتوع الدي بلوك اللي هم في النص. طيب نبص كده على المودرن بريدك تيبل ونشوف النيتروجين موجود فين. ادي يا اولاد النيتروجين موجود في بيريود 2 صح، ادي بيريود 2 وجروب 5A اور 15، جروب 5A اور 15. الكلام اللي كنت لسه بقوله لكم من اول جروب 3A خلاص، مش هينفع نقول ان المودرن نمبر 3، لا المودرن نمبر 13 عشان بنضيف ال 10 جروبس دول بتوع الدي بلوك. يبقى لو التراديشنال نمبر بتاع الجروب 1A يبقى المودرن 1، 2A هيبقى المودرن 2، من اول 3A هيبقى المودرن 13 عشان هنضيف ال 10 جروبس دول. طب و4A هيبقى 14، 5A 15 وهكذا. سهلة. نرجع تاني نشوف الكربون C6. خلاص احنا قلنا هنعمل ايه، هنعمل الالكترونيك كونفيجوريشن. خلاص بقى بقت سهلة، ادي الكربون 6، يبقى لما نيجي نوزعه هيبقى 2K سوري هيبقى KL وهنا هيبقى 2 4 صح؟ مش احنا لما نيجي نوزعه يبقى 2 4. ماشي، عندنا كم انرجي ليفل؟ هما 2 انرجي ليفل بس، اللي هو ال K وال L، يبقى هو period 2. عندنا كم الكترون في المستوى الخارجي اللي هو الاوتر موست انرجي ليفل؟ عندنا 4 الكترون او سوري 4 الكترونز، يبقى هو جروب 4A اور 14. ناخد بالنا بقى، يبقى هيبقى جروب 4A اور 14. طب ليه يا مستر قلنا 14؟ قلنا عشان هنزود ال 10 جروبس بتوع الدي بلوك. خلاص طيب يبقى هو كده بيريود 2 جروب 4A اور 14. طب نرجع نشيك كده من البريودك، ادي الكربون اولا بيريود 2 خلاص زي النيتروجين، وبس هنا بقى جروب 4A اور 14. نشوف بقى نمبر 4 النيون. ناخد بالنا بقى النيون ده من التريكات بقى، يعني ما طبعا مش كل حاجة هتمشي كده يعني سهلة خالص يعني. النيون ده بقى فيه تريكاية خفيفة كده. طيب نوزع كده النيون، النيون هو قايل لي الاتوميك نمبر بتاعه 10، يبقى ادي النيون 10. لما نيجي نوزعه هيبقى ايه؟ 2 8، وطبعا عارفين ان ده كي ال. ماشي، نفس الفكره برضو، انا عندي كام انرجي ليفل؟ عندي 2 انرجي ليفلز، يبقى هو بيريود 2. طيب عندي كام الكترون في المستوى الاخير؟ عندنا 8 الكترون، يبقى هو جروب، ها هلاقي ولادي يقولوا لي 8 ايه؟ لا غلط بقى، هنا ما ينفعش نقول جروب 8 ايه، لان في التراديشنال نمبر ما فيش حاجه اسمها جروب 8 ايه، هي اسمها جروب 0 اللي هي الزيرو جروب، اللي كان موزلي لو تفتكروا لما قلنا موزلي ادد زيرو جروب which contains the inert gases. ولما خدنا برضو ان البي بلوك لو تفتكروا ان هي located on the right side of the modern periodic table all elements of بي بلوك take letter A except ها لو تفتكروا except zero group or 18 تمام. وقلنا ان هي برضو ايه consists of 6 groups، لما قلنا بتبدأ من 3A 4A 5A 6A 7A و
zero group or 18. قلنا ما ينفعش نقول 8A. ماشي. طيب يبقى كده هي دي بس يا اولاد التركايه اللي هو لو جاب لي نوبل جازز 28 ما ينفعش نقول ان هو في جروب 8A، لا بنقول جروب 0 او 0 جروب اور بقى المودرن بتاعها 18. المودرن بتاعها 18. بالتالي كده سهله. طب نرجع تاني نبص على النيون، ودي بقى تبقى اخر مره خلاص، بعد كده بقى ايه هنحل على طول، وانتوا بقى ايه اللي عايز يشيك يبقى يبص تاني هو ويشيك من البريودك تيبل. ادي النيون اهو يا اولاد، تمام؟ النيون موجود في ايه؟ اهو بيريود 2 صح؟ بس جروب ايه؟ جروب 0 اور 18، جروب 0 اور 18. وادي الجزئيه اللي كنت بفكركم بيها اللي هي بتاعه البي بلوك، لما قلنا اتس لوكيتد اون ذا رايت سايد اوف ذا بريودك تيبل، ات كونسيستس اوف 6 جروبز، اول جروبز اوف بي بلوك تيك ليتر اي اكسبت 0 جروب اور 18 اللي هي فيها النوبل جازز، وقلنا ات ستارتس ويز جروب 3A 4A 5A 6A 7A اند اندز ويز 0 جروب اللي هي 18. يعني ما ينفعش نقول 8A، اخرنا 7A وبعد كده بنقول 0 جروب اور 18 بقى المودرن نمبر بتاعه. بالتالي كده زي ما انتم شايفين طبعا سهله خالص، يعني هي التركايه بس بتاعت الانرت جازز دي بس وخلاص. طيب المغنيزيوم بقى نمبر 5، لو بصينا كده على نمبر 5 مغنيزيوم، طيب الاتوميك نمبر بتاعه 12 عادي جدا برضو، هنعمل الالكترونيك كونفيجريشن بتاعه نوزعه. قلنا ادي مغنيزيوم 12، لما نيجي نوزعه بقى هيبقى 282، عندنا كي ال ام، عندنا كام 3 كام انرجي ليفلز؟ عندنا 3 انرجي ليفلز، يبقى هو بيريود 3. طب عندنا كام الكترون في الاوتر موست انرجي ليفل؟ عندنا 2 الكترون، يبقى هو جروب 2A or 2. طيب نفتكر برضو الجملة اللي بتقول ايه؟ ان each new period starts by filling a new energy level. لو تفتكروا ان كل دول كانوا period 2 عشان عندنا 2 energy levels صح؟ كل دول كانوا period 2 عشان عندنا 2 energy levels بس. المغنيزيوم بقى بدأنا نملى المستوى الثالث اللي هو الانرجي ليفل ام، عشان كده هو موجود في بيريود 3 خلاص، عشان بيريود 3 ستارتس باي فيلينج ا نيو انرجي ليفل اللي هو الام خلاص. وطبعا جروب 2A اور 2، وطبعا اللي حابب بقى يشيك على البوزيشن بتاعه في المودرن بيريودك تيبل يشيك بقى عليه. بعد كده كلورين اللي هو Cl17 برضو هنوزعه، او هنوزع الالكترونز بتاعته، يعني هنعمل الالكترونيك كونفيجريشن بتاعه. اول حاجه يبقى 287، ده كي ال ام. ماشي، عندنا كام انرجي ليفل؟ عندنا 3 انرجي ليفل، هيبقى هو بيريود 3. ماشي خلاص، اكتب بقى بيو، انتوا عارفين بقى بيريود، لا بيريود 3. طيب جروب عندنا كام الكترون في المستوى الاخير؟ عندنا 7 الكترونز، يبقى جروب 7A اور 17. ان احنا قلنا من اول 3A بنبدا نضيف 10، يبقى 3A اور 13، وده 7A اور 17. برضو اللي حابب يشيك برضو من المودرن بريودك تيبل. طيب نشوف نمبر 7 اللي هو الارجون. ماشي، ده نوبل جاز، في تريكايه برضو. ماشي، بس خلاص بقى يا مستر احنا ايه فهمناها. طيب الارجون عندنا 18، هنعمل الالكترونيك كونفيجريشن بتاعه، هيبقى 288، وعندنا كي ال ام، هيبقى عندنا كام انرجي ليفل؟ 3 انرجي ليفلز، يبقى هو بيريود 3. في بيريود 3. طيب جروب ايه بقى؟ جروب 8A. مش احنا قلنا النمبر اوف جروبس، بنشوف النمبر اوف الكترونز ان ذا اوتر موست انرجي ليفل، عندنا كام الكترون في المستوى الاخير؟ عندنا 8 الكترون.
هيبقى جروب 8A اور 18. لا مفيش حاجه اسمها 8A، هو 18 صح ماشي، لكن هيبقى جروب، هيبقى زيرو جروب اور 18. خلاص يبقى قلنا ده هيبقى بيريود 3 عشان عندنا 3 انرجي ليفلز، وهيبقى جروب ها 0 اور 18. الزيرو ده التراديشنال نمبر و 18 المودرن نمبر. طيب نشوف كده اللي بعده، كالسيوم. طيب الكالسيوم ده بقى هيتوزع ازاي؟ اهو كالسيوم 20 هنوزعه ازاي؟ 2882. عندنا كام انرجي ليفلز؟ عندنا 4 انرجي ليفلز، يبقى هو بيريود 4. عندنا كام الكترون في المستوى الاخير؟ عندنا 2 الكترونز، يبقى هو جروب 2A، والمودرن بتاعها ايه؟ 2. ما ينفعش هنا بقى نقول 12، 2A اور 2. تالي بقى بقت سهله خالص. طيب الاكسجين ادي 8 هنوزعه، هيبقى 2 6. هيبقى عندنا كام انرجي ليفلز؟ عندنا 2 انرجي ليفلز، هيبقى بيريود 2 وجروب 6A اور 16. خلاص هسيبها لكم انتوا بقى ايه، هتتدربوا كده عليها، وانا ايه هيبقى اورال بس. البوتاسيوم K19، طب نوزعه، هيبقى 2881. هيبقى عندي كام انرجي ليفلز؟ 4 انرجي ليفلز، هيبقى بيريود 4. طب عندي كام الكترون في الاوتر موست انرجي ليفل؟ عندنا 1 الكترون، يبقى هيبقى جروب 1A اور 1 ماشي. طب السلفر 16 نوزعه، نعمل الالكترونيك كونفيجريشن بتاعه، هيبقى 286 ماشي. عندنا كام انرجي ليفلز؟ عندنا 3 انرجي ليفلز، يبقى هو بيريود 3. طب عندنا كام الكترونز في الاوتر موست انرجي ليفلز؟ عندنا سوري في الاوتر موست انرجي ليفل عندنا 6 الكترونز، يبقى هو جروب 6A اور 16. طيب نشوف البورون، البورون B5، طب نوزعه، هيبقى 2 3. خلاص عندنا كام انرجي ليفلز؟ عندنا 2 انرجي ليفلز، يبقى هو بيريود 2. طيب الاوتر موست انرجي ليفلز فيه كام الكترونز؟ هيبقى فيه 3 الكترونز، هيبقى جروب 3A اور 13. الفوسفورس B15 هنوزعه طبعا، هيبقى 285. هيبقى عندنا كام انرجي ليفلز؟ هيبقى عندنا 3 انرجي ليفلز، فهيبقى بيريود 3. طب والجروبز؟ قلنا هنشوف الالكترونز في الاوتر موست انرجي ليفل، فهيبقى عندنا 5 الكترونز ان ذا اوتر موست انرجي ليفل، فهيبقى جروب 5A اور 15 ماشي. الصوديوم 11 هيبقى 281. هيبقى عندنا كام انرجي ليفلز؟ هيبقى عندنا 3 انرجي ليفلز، يبقى هو بيريود 3. وعندنا كام الكترون ان ذا اوتر موست انرجي ليفلز؟ عندنا ليفل عندنا 1 الكترون، هيبقى جروب 1A اور 1. طيب الومنيوم AL13 ده لما نيجي نوزعه هيبقى 283. عندنا كام انرجي ليفلز؟ عندنا 3 انرجي ليفلز اللي هم الكي والال والام يعني ماشي، يبقى ده بيريود 3. طب عندنا كام الكترون في الاوتر موست انرجي ليفل؟ عندنا 3 الكترونز، هيبقى جروب 3A اور 13. طيب في برضو هنا تريكايه كده خفيفه برضو يعني زي بتاعت النيون والارجون، بس يعني ممكن بتبقى اصعب شويه بقى. ليه؟ لان احنا قلنا النيون والارجون هيبقى اخر مستوى في 8 صح، لما نيجي نوزع النيون هيبقى 2 8، فبدل بس ما هنقول 8A ماشي هنقول 0 جروب. وهنا برضو لما نيجي نوزع الارجون هيبقى 2 8 8، برضو بدل ما هنيجي نقول جروب 8A لا هنقول ايه؟ 0 جروب. طيب في بقى تريكايه كده بسيطه لما يجيب لي الهيليوم بقى. خلاص الهيليوم بقى لو احنا جينا وزعناه، احنا عارفين ان الهيليوم الاتوميك نمبر بتاعه 2. طب لما نيجي نوزعه هيبقى هنا 2 وعندنا 1 انرجي ليفل، بس عندنا مستوى طاقه واحد بس، يبقى هو في بيريود كام؟ بيريود 1. مش احنا عندنا مستوى طاقه واحد بس، يبقى هو بيريود 1. طيب جروب بقى عندنا كام الكترون في المستوى الاخير؟ عندنا 2، يبقى هو جروب 2A يا مستر اور 2. لا ما ينفعش بقى،
الهيليوم ده برضو هيبقى في جروب 0 or 18. ليه بقى؟ لان احنا ده من الانرت جازز والاوتر موست انرجي ليفل بتاعه كومبليتلي فيلد وذ الكترونز. ناخد بالنا بقى من الحته دي عشان بتلخبط ولاد كتير ويعني ولاد كتير شاطرين كمان واذكياء، بس طبعا في الامتحان بقى من اللهوجه ومن التوتر اللي بيبقى في الامتحان اول ما يجي ده ها بيريود 1 عشان في 1 انرجي ليفل جروب 2 A اور 2. لا ناخد بالنا ده من الانرت جازز اللي الاوتر موست انرجي ليفل بتاعهم بيبقى كومبليتلي فيلد وذ الكترون، فده هيبقى برضو جروب 0 اور 18. خلاص يا اولاد، هي دي بس يعني ايه اصعب تريكايه بتيجي في الجزء ده يعني. ماشي، احيانا بقى بيجي برضو نفس الطريقه بس بالعكس بقى، يقول لك بقى كالكوليت ذا اتوميك نمبرز اوف ذا فولوينج اليمنتس، احسب العدد الذري للعناصر دي، وهو بقى يدينا البوزيشن بتاعها في البريودك تيبل. تمام؟ طب دي بقى هتبقى اصعب؟ لا ولا اصعب ولا حاجه، هي نفس الفكره بس معكوسه بالعكس يعني. ماشي، هتبقى نمبر 1 ان اليمنت لايز ان ذا فيرست بيريود، اهو فيرست بيريود، يبقى هنرسم كم مستوى طاقه؟ مستوى طاقه واحد بس. مش هو بيقول لي في الفيرست بيريود يبقى مستوى طاقه واحد بس. اند جروب 1A وفي المجموعه 1A، يبقى الاوتر موست انرجي ليفل في الكترون واحد بس، يبقى الاتوميك نمبر بتاعه كام؟ 1 بس كده، الاتوميك نمبر 1. ماشي، اللي هو الهيدروجين يعني. نمبر 2 ان اليمنت اكس لايز ان ذا فيرست بيريود، فيرست بيريود يبقى هنرسم انرجي ليفل واحد بس. ماشي، اند جروب 0، ناخد بالنا بقى ده برده من التريكات اللي كانت برده هنا، يعني نفس الفكره. جروب 0، جروب 0 يعني هنكتب هنا 0؟ لا طبعا، هو جروب 0 يعني اللي هو في الانرت جازز. طب والانرت جازز احنا عارفين ان الاوتر موست انرجي ليفل بيبقى كومبليتلي فيلد وذ الكترون، طب ده كومبليتلي فيلد وذ 8 الكترون ولا وذ 2 الكترون؟ الكي طبعا اللي هو الفيرست انرجي ليفل بيبقى كومبليتلي فيلد وذ 2 الكترونز، يبقى هنا هنكتب 2، هيبقى الاتوميك نمبر بتاعه كام؟ 2 اللي هو الهيليوم. خلاص، يبقى ان اليمنت لايز ان ذا فيرست بيريود، قلنا هنرسم 1 انرجي ليفل عشان هو بيقول لي فيرست بيريود يبقى انرجي ليفل واحد بس. ماشي، وجروب 0، جروب 0 مش معناها ان هو فيه 0 هنا الكترونز، ما فيش حاجه اسمها اصلا 0 الكترونز، المستوى كله مش هيبقى ليه لازمه. خلاص، يبقى هنا هو معنى 0 جروب اللي هو في الانرت جازز اللي الاوتر موست انرجي ليفل بتاعها كومبليتلي فيلد وذ الكترون، وناخد بالنا عشان هو مش هيبقى كومبليتلي فيلد وذ 8، عشان برضو في ولاد كتير هو كومبليتلي فيلد يبقى 8 على طول، لا الكي ده بيبقى كومبليتلي فيلد وذ 2 الكترونز اونلي. خلاص، يبقى ده الاتوميك نمبر بتاعه 2، بيتهيألي واضحه يعني. ماشي، ان اليمنت لايز ان ذا ثيرد بيريود، ناخد بالنا بقى ثيرد بيريود يبقى هنرسم كام انرجي ليفل؟ 3 انرجي ليفل. تمام، اند جروب 2A، 2A يبقى الاوتر موست انرجي ليفل فيه 2 الكترونز، يبقى ده 2، واكيد طبعا اللي قبليه مليانين عشان انا مش هبدا املى ده الا لما يكونوا ده خلاص بقوا كومبليتلي فيلد وذ الكترونز. طيب نجمع بقى، مش دول الالكترونز which revolve around the nucleus. تمام، واحنا عارفين من سنه اولى ان النمبر اوف الكترونز ده هو الاتوميك نمبر، يبقى لما يجي يقول لي احسب الاتوميك نمبر هجمع النمبر اوف الكترونز، يبقى عندنا 2 2 هنعمل لهم ادنج تو ايتش اذر هيبقى 12، يبقى الاتوميك نمبر ده بتاعه كام؟ 12 اللي هو المغنيزيوم يعني. طيب ان اليمنت لايز ان ذا ثيرد بيريود اند جروب 7A، برضه نفس الفكره، ثيرد بيريود يبقى هنرسم 3 انرجي ليفل. ماشي، طيب جروب بقى 7A بقى المره دي يبقى اخر مستوى فيه كام الكترونز؟ يبقى فيه 7 الكترونز، واكيد اللي قبله برضه مليانين، هيبقى 287 ده الاتوميك نمبر بتاعه هيبقى 17، هنجمع بقى 2 بلس 8 10 بلس 7 17، يبقى الاتوميك نمبر بتاعه 17 وده الكلورين. طيب ان اليمنت لايز ان ذا ثيرد بيريود اند جروب 18،
ثيرد بيريود برضو هنرسم بقى 3 انرجي ليفل ماشي. وجروب 18 يا مستر يبقى كده هنكتب هنا 18؟ لا، ما هو جروب 18 ده اللي هو فيه الانرت جاز اللي هو التراديشنال نمبر بتاعه 0، واللي برضو مش هينفع نكتب هنا 0. احنا ده بقى كومبليتلي فيلد وذ 8، وعشان هو في الجروب 18 يبقى هو انرت جازز، والانرت جاز عارفين ان الاوتر موست انرجي ليفل بتاعهم بيبقى كومبليتلي فيلد وذ الكترونز، والام ده بيبقى كومبليتلي فيلد وذ 8 الكترونز، فيبقى هنكتب هنا 8 واللي قبليه 8 واللي قبليه 2، يبقى كده الاتوميك نمبر يبقى كده الاتوميك نمبر بتاعه هيبقى 18. طيب an element lies in the second period. Second period يبقى هنرسم 2 energy level بس. ماشي. And group 3A. Group 3A يبقى ال outermost energy level فيه كم electrons؟ فيه 3 electrons. ماشي. واللي قبليه طبعا أكيد مليان، وطبعا ده بيتملي ب 2. محدش يكتب 8. خلاص؟ يبقى ده ال atomic number بتاعه كام؟ هيبقى 2 plus 3 هيبقى 5. تالي يا اولاد سهله جدا جدا جدا، وما فيش فيها اي مشاكل خالص. طيب زي ما خدنا ان في هنا تريكات بتاعه الزيرو جروب اللي هي بتاعه الانرت جازز، وهنا برضو يعني ممكن برضو نتخدع فيها شويه. في بقى في الموضوع بتاع كالكوليت ذا اتوميك نمبرز ده تريكات اصعب كمان شويه من دي، وبرضو قبل ما هنبدا شرح ان شاء الله ونمشي كده كلمه كلمه هناخد برضو اكسرسايز عليها عشان برضو نفهمها في الاول. زي مثلا يا اولاد الكويشن ده study the opposite figure that shows the electronic configuration of an element x in the modern periodic table. يعني ادرس وناخد بالنا ان ده من اسئله كتاب المدرسه. ادرس الشكل اللي قدامنا ده اللي بيوضح التوزيع الالكتروني بتاع element اسمه x، طبعا unknown يعني ما احناش عارفينه، in the modern periodic table. طيب لحد دلوقتي هو ما طلبش مني حاجه. ماشي. Calculate the atomic number of the element which follows that element in the same period with the same group. اولا هو ما طلبش مني الاتوميك نمبر بتاع الاليمنت ده، هو عايز الاتوميك نمبر بتاع الاليمنت بتاع العنصر which follows that element اللي بيلي هذا الاليمنت. هو عايز الاتوميك نمبر بتاع عنصر تاني خالص مش ده، اللي بيلي الاليمنت ده. ماشي. ما انا عشان اعرف اجيب اصلا الاتوميك نمبر بتاع العنصر الثاني لازم اجيب الاتوميك نمبر بتاع العنصر ده الاول. ماشي. طب هنجيب الاتوميك نمبر بتاع العنصر ده منين؟ من النمبر اوف الكترونز ويتش ريفولف اراوند ذا نيوكليس. من النمبر اوف الكترونز ويتش ريفولف اراوند ذا نيوكليس، ادي عندنا الكي انرجي ليفل في، ما هو ده كده الكي انرجي ليفل وده الال انرجي ليفل. ماشي. عندنا الكي انرجي ليفلز في 2 الكترونز، والال انرجي ليفل في 2 الكترون، فيبقى 2 بلس 2 هيبقى 4، هيبقى الاتوميك نمبر بتاعه 4. خلاص. ده الاتوميك نمبر بتاع الاليمنت اللي في الشكل ده، هو اصلا مش عايز الاتوميك نمبر بتاع الاليمنت ده. ماشي. بس احنا كده يعني اول خطوه قلنا الاتوميك نمبر بتاع الاليمنت ده ايه؟ 4. ماشي. كالكوليت بقى ذا اتوميك نمبر اوف ذا اليمنت ويتش فولوز ذيس اليمنت ان ذا سيم بيريود. طب يا مستر احنا هنعرفه منين؟ إيه؟ من الكلام اللي احنا خدناه برضو. مش احنا قلنا موزلي اول ما قال ان البروبرتس بتاعت الاليمنتس ار ريليتد تو اتس اتوميك نمبر اند نوت تو اتس اتوميك ويت از مندليف بيليفد after his studying on X-rays properties. صح؟ مش احنا قلنا ان موزلي قال ان خصائص العناصر بترتبط بالاتوميك نمبر وليس بالاتوميك ويت زي ما كان مندليف يعني قال، وعشان كده هو rearrangement ذا elements in an ascending order according to its atomic number not atomic weight. عشان كده رجع تاني يرتب العناصر ترتيب تصاعدي على حسب العدد الذري وليس الوزن الذري. حلو. طيب وكنا خدنا كده يعني في جزئية كده بسيطة كده سطر كده بس بسيط ان where، لما قلنا where the atomic number increases by one
than the atomic number of elements preceding the element in the same period. لما قلنا لما يكون عندنا period كده واحنا ماشيين ماشي ادي ان ايه 11 يبقى لازم بعديه على طول المغنيسيوم كام 12 يبقى لازم بعديه على طول الالومنيوم كام 13 يبقى لازم على طول بعديه السيليكون كام 14 يبقى لازم بعديه على طول السلفر الفوسفورس كام 15 وهكذا لما قلنا ان each element الاتوميك نمبر بتاع each element increases by 1 than the element which preceding it in the same period. اتفهمت؟ يبقى لما نكون في نفس البريود يبقى كل element بيزيد عن اللي قبليه بكام؟ ب 1. طب هو هنا عايز الاتوميك نمبر بتاع الاليمنت اللي بيلي هذا الاليمنت في المودرن بريودك تيبل. يبقى لو قلنا مثلا ان ده هو قال لي اسمه اكس يعني هو unknown ماشي احنا ما خدناش element السيمبل بتاعه اكس ماشي بس ايا كان يعني يبقى هو هيبقى اكس كام؟ اكس 4 احنا لسه جايبين ان الاتوميك نمبر بتاعه 4 يبقى الاليمنت اللي بعديه في نفس البيريود هيبقى كام؟ مش احنا قلنا دول كده الهوريزونتال روز دي بيريود ده طبعا اكيد هيبقى 5 بس لان احنا قلنا كل عنصر بيزيد عن العنصر اللي قبله في نفس البيريود بايه؟ ب 1 خلاص؟ دي يا ولاد سهله وما فيش فيها اي مشاكل خالص لو قال لي عايزين الاتوميك نمبر بتاع الاليمنت which follows this element in the same period يبقى هنزود 1 على طول. طب لو جه بقى قال لي which preceding them يعني اللي بيجي قبله برضه سهل هيبقى 3 خلاص بقى سهله جدا هيبقى ايه 3 ماشي. طيب المشكله بقى لما يجي يقول لي اللي هو نمبر 2 ده عايزين نحسب الاتوميك نمبر بتاع الاليمنت which follows that element in the same group اللي بيالي بقى الاليمنت ده في نفس الجروب. حلو يعني انهي بقى اللي على يمينه ولا اللي على شماله؟ لا ده ولا ده لان ده اللي بياليه في نفس البريود وده اللي بيسبقه في نفس البريود. احنا عايزين بقى اللي بياليه in the same group. طب مش احنا قلنا ان الجروبز دي اللي هي الفيرتيكال كولومز يبقى اللي هيبقى follow this element in the same group يبقى هيبقى اللي تحته ناخد بالنا هيبقى اللي تحته مش اللي جنبه. طيب برضو لسه صعبة هنجيب بقى ازاي الاتوميك نمبر بتاع الاليمنت اللي بقى تحته مش احنا قلنا برضو ان احنا لما هنيجي نوزع ده بس عشان يعني تبدأ توضح لبعض الولاد ده هيبقى 2 صح؟ مش هو الاتوميك نمبر بتاعه 4 والالكترونيك ديستريبيوشن بتاعه 2 طيب مش احنا عارفين ان each period starts by filling a new energy level واحنا عارفين ان ده كده هيبقى period 2 عشان عنده 2 energy levels نفتكر بقى كل حاجه كده مع بعض ماشي؟ اول حاجه ده هو عنده 2 energy levels اللي هو الكي والال فيبقى ده period 2 اللي تحتيه ده بقى هيبقى ايه؟ هيبقى بيريود 3 مش هو اللي تحتيه على طول؟ اه هيبقى بيريود 3 يبقى عشان اعرف اجيب الاتوميك نمبر بتاعه يبقى اكيد اول حاجه هعملها هرسم 3 انرجي ليفل. حلو كده رسمنا 3 انرجي ليفل عشان هو في بيريود 3 عشان هو فولوز ذا اكس اليمنت ده ان ذا سيم جروب. حلو ماشي ومش قلنا ان دول هيبقوا نفس الجروب؟ اه يبقى الاوتر موست انرجي ليفل ها كونتين ذا سيم نمبر اوف الكترونز يبقى المستوى الطاقه الخارجي فيه نفس عدد الالكترونات مش احنا بنقول دول جروب 2 ايه عشان اخر مستوى طاقه فيه 2 الكترونز وجروب 1 ايه بنقول عشان اخر مستوى طاقه فيه 1 الكترون وجروب 7 ايه بنقول عشان اخر مستوى طاقه فيه 7 الكترونز يبقى دول كده كلهم جروب 2 عشان يعني قلنا ده اللي تحتيه على طول في نفس الجروب يبقى برضو ده هيبقى جروب 2 صح؟ يبقى ده برضو هيبقى جروب ايه؟ 2 يبقى اخر مستوى طاقه فيه ايه؟ فيه 2 الكترونز. قلنا ده هيبقى تحتيه على طول في نفس الجروب خلاص وقلنا ده جروب 2 عشان
طبعا عنده 2 الكترون ان ذا اوتر موست انرجي ليفل، فده برضو لازم هيكون في جروب 2. فطالما جروب 2 يبقى اخر مستوى فيه 2 الكترونز، يبقى اللي قبليه ده 8، يبقى اللي قبليه ده 2. يبقى الاتوميك نمبر بتاع الاليمنت which follows this element in the same group هيبقى 12. ده 4؟ اه 4 بلس 8 هيبقى 12. طب ليه يا مستر بنزود 8؟ عشان احنا بنفتح مستوى طاقة جديد، بنفتح مستوى طاقة جديد. طب هل يا مستر دايما بنزود 8؟ لا طبعا، في تريكاية كده خلاص بقى، يعني دي هتبقى اخر تريكاية بس وخلاص يعني. ماشي، بتهيألي بقى كده يعني سهلة. طيب ممكن هنا يا اولاد يجي سؤال مثلا يقول is there is an element، هل يوجد هناك an element which precedes this element in the same group، هل هناك عنصر يسبق هذا العنصر في نفس الجروب؟ واحد يقول لي اكيد طبعا يا مستر، يعني ايه المشكلة يعني؟ لا، هو ما فيش عنصر بيسبقه في نفس الجروب. ليه بقى؟ طيب احنا دلوقتي قلنا لما هننزل هنفتح مستوى جديد، طب لما هنطلع هنشيل مستوى، صح؟ لما نيجي طالعين هنشيل مستوى، لان ده قلنا بيريود 2 فعنده 2 انرجي ليفل اللي هو 2 و2. اللي فوقيه بقى هيبقى عنده 1 انرجي ليفل بس، هيبقى عنده 1 انرجي ليفل بس. طب وايه المشكله برضو يا مصر؟ ما هو يبقى 1 انرجي ليفل بس، ماشي. واحنا قلنا نفس الجروب يبقى نفس النمبر اوف الكترونز ان ذا اوتر موست انرجي ليفل، يبقى برضو هيبقى فيه 2، صح؟ طب ماشي يا مستر، ايه المشكلة يعني؟ ما يبقى الاتوميك نمبر بتاعه 2. ما هو الاتوميك نمبر بتاعه 2 بس مش في جروب 2A، ده هيبقى الهيليوم اللي هو انرت جاز، عشان الاوتر موست انرجي ليفل بتاعه كومبليتلي فيلد وذ 2 الكترونز. يبقى لو قال لي هل في element preceding this element in the same group in the same group، نقول له نو. ماشي، ولو سأل واي بقى، because the outermost energy level K is completely filled with electron so the element is in group 0 or group 18 and not in group 2A or 2. ماشي يا ولاد، سهلة يعني. واحنا طبعا هنجيبها من الفهم يعني بتاعنا، ان الاليمنت اللي المفروض يعني هيبقى فيه 2 الكترونز in the outermost energy level ده هيبقى inert gas، تمام، والinert gas located in 0 group or group 18 and not in group 2A or 2. ماشي، دي برضو تركاية كده برضو ممكن تيجي. طيب في ايه بقى تركاية بقى تاني؟ اخر حاجة التركية التانية بقى، لما يقول لي مثلا عندنا element اهو، ماشي، التوزيع الالكتروني بتاعه مثلا ادي البوزيتيف نيوكليس وادي في الكترون بس واحد ريفولف اراوند ذا نيوكليس، خلاص. طب عايزين نحسب الاتوميك نمبر بتاعه، طبعا الاتوميك نمبر بتاعه سهل جدا، هيبقى 1. هيبقى الاتوميك نمبر بتاع ذيس اليمنت هيبقى ايه؟ هيبقى 1. طب عايزين ذا اتوميك نمبر اوف ذا اليمنت ويتش فولوز ام ان ذا سيم بيريود، عايزين الاتوميك نمبر بتاع الاليمنت اللي هيجي بعديه في سيم بيريود، اللي هيجي بعديه في السيم بيريود هيبقى جنبه، ده في 1 الكترون بس، يبقى الثاني هيبقى 2 الكترونز، خلاص. وده الاتوميك نمبر بتاعه 1، فده الاتوميك نمبر بتاعه هيبقى 2 بس، سهله جدا جدا جدا. طب امال ايه يا مستر التركايه والمشكله؟ التركايه بقى لما يقول لي calculate the atomic number of the element which follow this element in the same period sorry in the same group، عايزين بقى الاتوميك نمبر بتاع الاليمنت اللي بيليه in the same group. طيب ده 1 صح؟ الاتوميك نمبر بتاعه 1. مش احنا قلنا يا مستر لما هنيجي ننزل من الجروب اللي فوق للجروب اللي تحت هنفتح مستوى طاقه جديد؟ وهنزود 8؟ قلنا برضو يبقى هنا برضو هنزود 8؟ لا، دي بقى الحاله الوحيده اللي مش هينفع نزود فيها 8،
دي الحاله الوحيده اللي بنزود فيها 2. طب ليه بقى؟ ماشي، لو خدنا كده الالكترونيك كونفيجريشن بالشكل اللي يعني القريب لمخنا ولاذهاننا كلنا، اللي هو الالكترونيك كونفيجريشن بتاعه هيبقى كده. مش ده هنا هيبقى فيه 1 الكترون صح، وده كده في الكي انرجي ليفل صح. ماشي، قلنا اللي هيجي بعده في نفس البيريود هيبقى 2 خلاص، لان احنا هنزود 2 خلاص، سهله بقى. طب اللي هيجي بقى بعده في نفس الجروب واحنا بقى نازلين كده من فوق لتحت، مش احنا قلنا هنفتح مستوى طاقه جديد؟ اه. طيب تيجي نفتح كده مستوى طاقه جديد، يبقى هنلاقي هنفتح مستوى طاقه جديد اللي هو ال. طيب ومش ده بعديه في نفس الجروب؟ اه، يعني عنده برضو 1 الكترون في الاوتر موست انرجي ليفل. مش احنا قلنا طالما في نفس الجروب يبقى نفس النمبر اوف الكترونز ان ذا اوتر موست انرجي ليفل؟ تمام، يبقى ده برضو عنده هنا 1 الكترون. ماشي، بس ده بيتملي ب 2 مش ب 8. وضحت؟ يبقى ده كده كومبليتلي فيلد وذ 2 الكترونز. الكي بيتملي ب 2 الكترون. عشان كده لو قال لي بقى احسب الاتوميك نمبر بتاع الاليمنت which follow them which follow it in the same group، ما احناش هنضيف 8 بقى، مش هيبقى 9، لا ده هيبقى 3. هيبقى الاتوميك نمبر بتاعه 3 لان احنا هنضيف انرجي ليفل. اه، بس الانرجي ليفل ده saturated with 2 electron or completely filled with 2 electron، ودي الحالة الوحيدة اللي هي بتاعت الليثيوم والهيدروجين، لان احنا طبعا عارفين الهيدروجين 1 والليثيوم 3. ودي برضو من التركات برضو الرخمة اللي بتيجي، وبرضو في ولاد كتير وشاطرين برضو بيقعوا فيها عشان ما بيبقوش مركزين كويس. فزي ما انتم شايفين هو جزء سهل جدا جدا، مفيش فيه اي حاجه خالص، بس ناخد بالنا من التريكات، وطبعا عشان نتدرب عليها او نتفاداها في الامتحان لازم نحل كتير، ولازم كل اللي احنا قلناه ده نمسك احنا برضو ورقه وقلم ونحله من تاني كذا مره كمان. نبدا نرجع بقى نشوف الشرح عشان برضو في اسئله كده بتيجي من الكلام اللي ما بين السطور، وبرضو هنعيد تاني برضو على examples زي اللي احنا خدناها دي، وتريكات برضو زي التريكات اللي احنا خدناها دي.